تعريف الكلام. قال المصنف مصنف كتاب قروحي رحمه الله إلى هنا حرسته تعالى سريع. الكلام كلامك هو لفظ ووحلق هض المركب ولوك كوبا المفيد وحفايديني بالوضع لغض عربي قل قدتشي وحفايديني. الشرح. بدأ المصنف مصنف كوحي بلاوي رحمه الله إلى هنا حرسته تعريف الكلام كلام كتعريف كيسة. لأن النحو نحوه لإقامة الكلام كلام كتوسية. فقال وحير الكلام كلامك هو اللفظ اللفظوية المركب لبك كوبا المفيد وفائدينية بالوضع لغض عربي وحكو فائدينية. فلا بد وحلق ومارمانا أن يجتمع إنو ككوبينيه في الكلام كلامك أربعة أمور. أفرك المدود أن يكون إنو هذا لفظا وحلق هذا أي صوتا صوت وحدواقة مشتملا ككوبا على بعض الحروف الهجائية حروف الهجائية قيب كمذا. أن يكون مركبا إنه مركب هذا أي مؤلفا من لقسمي من كلمتين إلى بكلمة أو أكثر أو أحكى بضل. أن يكون إنه هذا مفيدا مدوح فائديني أي يحسن وهقاقي سكوت المتكلم قفك للاحظ ليو أمسنانتيس عليه كوركيس قفك للاحظ ليو إنه وكمار ميو إنه هذا الكرسي سكو. أن يكون إنه هذا بالوضع العربي اللغة العربية اللي قد شيء أي من كلام العرب عرب هذا الكوضة عرب هذا الكوضة نحو قولك العلم علمه نافع ومتفائدنا. ونحو قوله تعالى إلى هذا الكيسة وكلم الله موسى تكليما وكلم الله إلهي والله الله موسى موسى الله الله تكليما الله الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري إنما الأعمال أعماش بالنيات والنيادة. فكل من هذه الجمل فكل متكستو من هذه الجمل جملة ذاها كان كم ذا كلام كلاموية نحوي نحواء لتوفر الشروط شروط دا ودما يستري المتقدمة ايه الرئيس فيها وهي شروط سنة واحد اللفظ والتركيب والإفادة والوضع بالعربية. انت هرون بصور نقطة وحوق بي أجزاء الكلام كلامك وما يتألف يوحياوه لكوبي وكسم السيه منه كلامك. قال المصنف مصنف كتابك قرأ وحير وأقسامه ثلاثة. كلامك صد حقيب وضبوق يبسم اسم وفعل وحرف. اسم مقع وفعل دعضو أما في فل وحرف حرف جاء لمعنى معنى ليمي. الشرح. بيّن المصنف مصنف كوعدي رحمه الله إلهي ونحرسي أن الألفاظ يا رياضة التي تاسو تستخدمها أي أليكسنشرتي العرب عرب في كلامها كلام كذا لا تخرج كمبح عن واحد من من ثلاثة أشياء صدحة شيء اسم أو الفعل أو الحرف أو محرف. فالاسم اسمه يعرف تعرف وحلو قرتها هو كلمة كلمة ويان دلت تسيسة على معنى المعنى تسيسة في نفسها نفت هذا ولم تقترن أن لحرين بزمن زمن. مثاله تساليس زيد وفرس وعصفور وزهرة وبيت وذكاء. فكل واحد متكستا من هذه الألفاظ ألفاظ كمذا يدل حتسي على معنى المعنى يفهم الغفهميه من نفس الكلمة كلمة نفت هذا. وهذا المعنى معناها سنة قد يكون هذا لشيء شيء محسوس لتابنكره بأن يكون إنو هذا ذات إنسان إنسان ذات ذي كزيد زيد وكلته أو حيوان حيوان كفرس فرس وكلته أو كطي أو طير شبر كعصفور شبر وكلته أو نبات نباتات أو درت أوكله كزهرة أبح وكلته أو جماد جمادات كبيت بيت وكلته. ويكون لشيء شيء نغلى معنوي اسم قويانه معنوية غير محسوس الله تعالى يدركه حلو قارا بالعقل عقلك كالذكاء كرشضة والشرف شرفته والعلم علمك. فكل كلمة كلمتك استدلت كتسيسة على ذات ذاته أو معنى أو معنى ولم تقترن أن لحرير بالزمن الزمن فهي الاسم اسم ويان